الأشخاص ذوي التثلث الصبغي موضوع ثالث أعداد الحلة التضامنية لبرنامج بدون حرج. الغاية تتجاوز طرح الموضوع للنقاش إلى التضامن المادي لفائدة هذه الفئة، تؤمن لهم الدعم الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي. الأشخاص ذوي التثلث الصبغي موضوع العدد المقبل من بدون حرج تضامن. يأتيكم عند الأوقات التالية على قناتكم ميدان تي في. ابعثوا بتبرعاتكم وساعدوا الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص ذوي التثلث الصبغي على التكفل بثمانية وأربعين رضيعا من ذوي التثلث الصبغي عبر رسالة قصيرة SMS تحمل كلمة هبة إلى الرقم 9779، أو بالتبرع على الحساب البنكي الظاهر على الشاشة.